معانا دلوقتي مصنع بودي. مصنع بودي هو مصنع متميز جدا في صناعته، وهنتعرف عليها في التقرير الجاي. كمان شدنا قوي قوي في حديثنا مع صاحب المكان ان هو راجل مثقف، مش مثقف بس في المجال بتاعه، في جميع المجالات او في مجالات كتير جدا. اتكلم معانا في صناعات مختلفة، واتكلم معانا في حاجات كتير قوي هو بيحلم ان هو يحققها. اعزائي المشاهدين، تعالوا نتقابل مع الراجل المحترم ده اللي اتكلم معانا في حاجات كتير مهمة. اتفضلوا معانا. الحاج زياد عبد المنعم احمد سند من ميكن، انا طبخ اليوبيه، خريج بكالوريوس تجاره سنه 86، وحاصل على قرض شباب خريجين سنه 98، واعمل في مجال منتجات الالبان، والمشروع متوارث عن والدي وطورته من 98، وخدت قرض شباب خريجين وبعمل في مجال منتجات الالبان. انا حاليا في وقت من الاوقات كان بيخرج من عندي جميع منتجات الالبان، ولكن حاليا بقالي شويه كده بسبب الظروف، الظروف خارجه عن الاراده، ما بخرجش غير منتج واحد، وهو الكريمه السائله نباتيه الده، وبخرج الزبده المعدله منخفضه الكوليسترول، ولكن ليس بالطاقه الانتاجيه اللي يعني طاقه الانتاجيه بتاع المصنع حاليا لا تتعدى 3% من طاقته الانتاجيه. الآن لم أستفيد، ولكن كانت الاستفادة في بداية المشروع عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية، وحاليا تقدمت بأكثر من رؤية لمكتب جهاز تنمية المشروعات، حاليا الصندوق الاجتماعي سابقا في بنا بأكثر من رؤية للتطور، ولم يستجيبوا أحد، وحاليا لا مفيش أي استفادة، ولكن في تفكير في الاستفاده عشان حياه كريمه داخل عندنا القريه، وعايزين نواكب التطور، فان شاء الله هيبقى في استفاده في القريب العاجل ان شاء الله. طيب لا بنعمل، بتفيدنا في شغلنا، اي شبر بيتمد على طريق هو 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 بنيه اساسيه وبنيه تحتيه للاستثمار وللحياه عام وللتوسع في العمراني، لان احنا مخنوقين حوالين يعني حوالين 6% من مساحة أرضنا حوالين نهر النيل. ده ما يختلفش عليه اتنين، موضوع إن التنمية حاليا لا جارفة ممتدة، فيها رؤية، فيها اتجاهات للمستقبل. لا ما حدش يقدر، أي حد يشكك في موضوع التنمية الحالية يبقى لا يدرك حاجة عن معنى الحياة. معنى الحياة عموما يعني مش الشغل بس، ده هو معطاء ولسه هيدي كتير، لكن اللي عمله لا يمكن ان اتخيله عقل، انجازات وطاقه عمليه لا يمكن ان اتخيلها عقل او بشر، انجازات في جميع المجالات، اكلمك على الاسكان ولا اكلمك على الطرق ولا اكلمك على كفايه ان النهارده القانون احنا شايفين رؤيه ان القانون النهارده بيطبق على عليا وعليك، سواء عليا وعلى المواطن اللي قصادي، او سواء عليا وكعلاقه تربطني بيني وبين الدوله. اصبح النهارده القانون لا في توازن، وفي اتجاهات صريحه في ان القانون يطبق عليا وعليك. يبقى اذا سياده القانون طالما هيبقى في عدل وفي توازن، لا هيبقى في خطوات للامام سريعه جدا 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 بسبب تطبيق القانون ده. القانون مهم جدا جدا، ان احنا القانون قانون، بس القانون زي ما يبقى عليا زي ما يبقى على الدوله، ما يبقاش تلزمني انا وما تلزمش الدوله. الاتجاه الحالي لا هو اتجاه واضح ان احنا دوله قانون، ما شفناش الكلام ده في 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 في, 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 في حياتنا قبل كده يعني، بصراحه يعني. اقول له حاجه كتير جدا، اقول له يعني مش هنشوف حد زيك كده تاني، وربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك، وربنا يقدرك على الطاقه والباور والمجهود اللي انت بتبذله، وعلى انسانيتك الجارفه، وعلى كل حاجه حلوه انت بتعملها، ربنا يقدرك، ربنا يقدره فعلا يعني.
المشاهدين، وفي نهاية حلقتنا نرجو أن نكون قد أسعدناكم وأفدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية الصفا لصناعة الحلويات الشرقية والغربية، القيصر للملابس الجاهزة، السمسمية لصناعة الحلاوة الطحينية.